تخيلوا معي بيوم تدخلوا على المدرسة وبدل المدرسة تلاقوا ليمونة. اليوم رح نلعب جيم كتير غريبة، ما رح أطول عليكم كتير، رح نكتشف ذكائي وحنكتشف هل دراسة 12-13 مش عارفة كم سنة جابت مفعول ولا لا. إذا عجبكم الفيديو تسلوا الشير واللايك والسبسكرايب، وبترككم مع الفيديو. يلا باي. اليوم رح نلعب لعبة جدا غريبة اسمها مس ليمون. هاي عبارة عن أستاذة بس ليمونة ما بعرف شو عم بصير، بس اللي بعرفه انه رح تسألنا أسئلة ورح تختبر ذكائنا ونحن لازم نفوزها، فنحن حنكون أذكياء. أنا ما راحت دراستي كل الفترة الماضية على الفاضي، درسنا مش عارفة 1000 سنة لأنه هلا حانت الوقت انه نورجيها قوتنا. اوكي. اوه هلو ذير اند ويلكم تو ماي كلاس. It's a place where I test young minds like yours and try to find out how smart people can actually be and reward them if they are worthy. So, لا تختبر ذكائنا. وين نظاراتي؟ وين نظاراتي؟ 20 ناقص 11 9. You are right. جبت بالرياضيات 100% انا. 12 زائد 13 25. Good job. 100% بقول لكم جبت. 13 زائد 14 17 awesome. 15 زائد 13 10 20 5 و 3 8 28. صعبيها شوي، حاسه حالي عم بحل مسائل روضه. 11 ناقص 1 2 3 4 6 6 0 ب 3. صعبيها شوي، حاسه حالي عم بحل مسائل روضه. 0 awesome. اوه لا ويت، انا مو شاطره بالضرب. 8 8 و 8 و 8 Time's up. Let's continue. Okay. 28 زائد 36 و 24 34. Good job. 4 زائد 9 30. Good job. صار عنا 41 نقطة. See you soon. قطتنا بريك. أنا ما بحتاج بريكات، مالنا. Welcome back. ماث سهل، رياضيات 7 ب 8 7 ب 8. والله بالحظ. 66. Awesome. إيش warning؟ استني. No. ميموري. اوه لا لا، انا ذاكرت سمكه، ذاكرت سمكه. لا وات واز ذا فيجر سيكونس؟ ايش يا ماء؟ مش فاهمه. استنوا شوي. That's wrong. كيف بدي اتذكر؟ طيب مثلث مربع مربع مثلث. لا اوه ماي جاد، مثلث مربع مثلث مربع. No. انا غبيه بالذاكره. دائره مربع مثلث دائره دائره مربع، بس هي كانت ملونه، كيف بلونها؟ awesome. ها attention. تركيز. لا لا ويت، ايش ايش هاد؟ وين ايش؟ ويت، هاي بي بي. اوكي ايه بتمشي هيك هيك، انحولت بي. That's wrong. لا 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 ليه 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 ليه؟ سي. Good job. بالحظ. اوه ماي جاد. مثلث 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 دائرة، يعني غبي اللي بنساها. مثلث مثلث دائرة، ايش بدك؟ That's wrong. دائرة دائرة مثلث مثلث. اه بدي اتذكر الرسم اللي عليه. اوه ماي جاد مغباني. Awesome. جايبة 95 بالتوجيهي على فكرة. هي هيك هيك، هي طالعة لبرا، هي هيك. تعبت ارتعبت. اوكي ايه ماشية هيك، تطلع لفوق بتيجي هيك. لا بي بتيجي هيك هيك. اي ثينك انه بي. يو ار رايت. ضلنا تنتين، ضلنا بس تنتين. هي هيك 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 تطلع برا، بي هيك بتطلع برا، سي. جود جوب. جيومتري. ايش يعني؟ كم مثلث؟ هي مثلث وهي مثلث. لا استنوا، في كمان. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. والله عرفتها، جبت بس 6 نقاط. سي يو سون. جبت بس 6 نقاط، والله انا ذكية، بس اسئلتهم غبية، اسئلتهم لا توازن ذكائي. ليتس كونتينيو. اوكي ميموري، عنا ايش هاد؟ الو الو، تتخوتي ما انت حاطة. طب ما انا ما انت ما هو نو. هذا غش. لا ويت، وهاها هلو هلو هلو، ايش عم بصير؟ no. This is awful. Just terrible. Your results are so horrendous, but I shouldn't blame you for that, right? No, you shouldn't. What? This human is pathetic. What? Just worthless. What are you even capable of? What? Let's play a game. A very simple one. It's called rock, paper, scissors. نلعب حجر ورق مقص. Rock, paper, scissors.
scissors beat paper and paper ايش صار كنا عم each of us will choose one of these and then we will simultaneously show each other what we have chosen so here is the deal we will play three times okay بدنا نلعب حجر ورق مقص I will cut off your left hand if I win two times in a row I will also gouge out your eye and if I win three times in a row I will also kick you out of this game forever But if you will beat me even once, I will take back all my words and leave you alone. Sounds good? باختصار okay, إذا خسرت مرة إشي سيء حيصير خسرت مرتين إشي سيء حيصير إذا خسرت ثلاث مرات ممنوع ألعب الجيم مرة تانية. أوكي هنختار ورقة. غشاش غشاش. What؟ طب اسمع هنرجع نختار ورقة لأنه مستحيل يختار نفس الإشي مرتين. عم بيغش. يا جماعة مستحيل عم بغش أنا متأكدة إنه عم بغش وات أنا بطلت شايفة هختار ورقة للمرة الثالثة وين ورقة مستحيل يختار مقص مستحيل أنا مو شايفة ألو استنوا شوي طلعوني من الجيم طلعوني من الجيم وممنوع ارجع ادخلها وات انا عندي الحل رح امسح الجيم وارجع انزلها بس هاي المره رح افوز يا جماعه جد نزلتها مو راضي يدخلني يا جماعه بعد بحث مطول اكتشفت انه اللي عامل لعبه السيد ليمونه هو نفس اللي عامل لعبه السيد بندوره مو بس هيك كمان انه السيد ليمونه اخذ منا عين وايد بس السيد بندوره كانه رح يعطينا اياهم فهلا رح نجرب ننزل سيد بندورة ونلعبها خلينا نجرب نلعب ضد سيد بندورة مدام سيد ليمونة هزمنا ويت لأنه بجيمة مستر ليمونة بطلت شايفة بعين اليمين هلا بطلت شايفة بعين اليمين بهي الجيم الجيمتين مربوطين ويت مش فاهمة يعني إذا فزت هون معقول بقدر أرجع أشوف مرة ثانية وات الجيم أغبى منها ما في I want a carrot I want a cucumber. Cucumber. أنا ليه عم برد على بندورة؟ أنا صلي ربع ساعة عم بلعب إشي كتير متخلف، أنا ليه عم برد على بندورة؟ أنا رح أبلش أعصبه. ممكن تنحل إذا عصبته. بركي زبطت إذا عصب مثلاً. خلينا يعصب وات؟ إيش بدك؟ بدي إيد لو سمحت، بدي إيد. إيه هي إيد. أخذنا إيد. وهي عين. رجعنا نشوف هل هذا معناته اذا دخلنا هذيك الجيم حنرجع نقدر نلعب اوكي اللي عم بيصير مش عم بيصير مستر ليمون بليز اضبطي ممكن يكون حليناها استنوا شوي ما اشتغلت للاسف حبه الليمونه هزمتنا حاولت كثير بس ما في اشي فاد فاللي عنده اي حل نقدر نرجع نلعب فيها الجيم ونهزم الليمونه خبروني نسيت احكي لكم انا وريما صورنا تحدي ماينكرافت نزل على قناه نصر باليوتيوب رح اترك لكم رابط القناه تحت كلكم روحوا احضروا واحكوا لي شو رايكم وبشوفكم الفيديو الجاي انتقمت من الليمونة